السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الدرس ديال اليوم الخوت الدرس الرابع من سلسلة الدروس ديال ميكرو كونترولور بيكسيز اف 84. كنا شفنا في الدرس الأول كيفاش نصابو جو دو لوميير، شفنا في الدرس الثاني كيفاش نخدمو افيشوز هاد سيغمون، شفنا في الدرس الثالث كيفاش نخدمو بزاف ديال لي زافيشور سات سيغمون او ميم طون باغ لا ميثود ديال الملتيبليكساج. كنا كنكتبو في الاولاني ونطفيو، ونكتبو في الثاني ونطفيو، ونكتبو في الثالث ونطفيو، ونكتبو في الرابع ونطفيو، وانسي دو سويت. وكنبقاو نعاودو هاد العملية باستمرار، يعني بواحد كيكون لو طون قليل بزاف، فحنا ما كتبانش لينا ان واحد كيتشعل والاخر كيطفاو وهكذا، حتى كنكتبو داكشي اللي بغينا في سميتو في لي زافيشور كاملين. دونك سواء نخدمو 6 افيشور 7 سيغمون ولا 4 ولا 2 انسي دو سويت. دونك هاد ثلاثه الحصص كاملين اللي شناهم الخوت حتى لدابا كنا كنخدمو الميكرو كونترولور ديالنا اون سورتي با اون اونتري، يعني خدام غير كيخرج ما كيدخلش اوتبوت ماشي انبوت. دونك اليوم ان شاء الله في هذه الحصه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا الميكرو كونترولر ديالنا يكون كيدخل او لا اون اونتري او لا اون انبوت، يعني بعباره دقيقه كيفاش الى حطينا مثلا واحد البات ديال الميكرو كونترولر ديالنا تكون بلونتري خصنا كيفاش نتيستيوها، لان مادام حطيتيها بلونتري خصنا نعرفو كيفاش نتيستيوها نشوفو اشنو فيها. دونك غادي تكون بلونتري ما غاتكونش سورتي، دونك خصنا نبقاو نتيستيوها نشوفو شنو كاين فيها، لان كاع الحصص اللي كما قلنا الحصص اللي خدمناهم اليوم كامله سورتي. دونك كما هو العاده غادي نفتحو سميتو غادي نفتحو الميكروسي ايزيس. دونك غادي نجبدو البيك ديالنا. دونك هادشي كلو عرفناه 84 اف 16 اف 84. دونك ها هو الميكرو كونترولر ديالنا. دونك شنو خصنا عاوتاني اليوم غادي نشوفوها بعدا، غادي نخدمو غادي ليد باش يبان لكم القضيه مزيان، يعني نخدموا غير بيلات بولات صغار بحال اللي خدمنا في الاول. دونك ليد فين كاين هاد ليد؟ فين كاين هاد ليد؟ ليد فين كاينه؟ دونك ها هي، دونك غادي نجبدو أي وحدة، وغادي نديرو ريزيستونس باش منلحقوش ديك الليد، ولكن في الحقيقة ماشي مشكل بالنسبة للسيميلاسيون ديالنا، ولكن في لا رياليتي خصنا نخدمو واحد ريزيستونس صغيرة شوية، 200 أو شي حاجة كي مابشوين، 200 فين هي 200؟ 220 R c'est à 220 ohm. Donc qu'il y avait d'un coucher qui est présentation, quelle est la présentation, présentation chat. Donc on met le micro contrôleur d'il y en a ça pour jouer de ce on met l'aide, voilà on met l'aide l'oula الطول الثانية، الطول الثالثة، ديو ثلاثة ديال لي ليد. دونك نحطو الليد الأولى مع الإر بي زيرو، الليد الثانية مع الإر بي أن، الليد الثالثة مع الإر بي دو.
ما درتش ما ماشي مشكلة ريزيستانس نديروها هنايا. هو ريزيستانس ماشي مشكلة في السيميلاتور غير باش ما يحس الذي لدز فيها كورون كبير تقدر تحرق. هنا كلشي غادي نديو فين؟ نديو لاماس باش الا جاتنا 5 فولت من الميكرو كونترولر ديالنا لا ليد غادي تشعل، وهذا هو المهم. دونك دابا هنا شنو كاين؟ دابا حنا لي ليد غادي نشعلوهم. اولا شنو خصنا نديرو؟ بدا نجبدو الميكرو سي ديالنا. دونك نصابو بروجي جديد، نديرو نيو بروجي نيكس، نسميو دي دي دي. هنا نديرو 1 ميجا هرتز. نيكس فينيش. داكوغ، حيدو هذا. دونك عندنا ها واخا. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا الاغ بي 0 اغ بي 1 اغ بي 2 فيهم بولات، يعني خصهم يكونوا سورتي. دونك حنا غادي نكونفيغوريو لو بور ار بي كلو اون سورتي باش نتهناو. دونك غادي نديرو دونك كيما شفنا، دونك تريز بي هادشي ما نعاودوش ايكالا تريز بي ايكالا نديرو نكتبو بليكزاديسيمال سيتادير 0x ليكزاديسيمال نديرو 0 0 سيتادير كلشي كاع لي سميتو دوك لي بات ديال بورت بي كلهم غيكونو اون سورتي. دونك كاملين 0 0 0 0 بالبينار ليكزاديسيمال هو 0 0. دونك غادي نديرو بورت بي ايكالا 0 باش ما يبقاش شي مشكلة. المهم يبقى كاع سميتو كاع لي بات يخرجو فيهم زيرو. من بعد دابا شنو خصنا؟ دابا مادام الدرس ديال اليوم كيفاش نتعاملو مع شي حاجة اون كتدخل الميكرو كونترولر، حيت باش كنقولو كتدخل يعني شي حاجة بحال ما باش كنهضرو على على البي سي ديالنا، كنهضرو على لي بيريفيريك دونتخي اي لي بيريفيريك دو سورتي. باش كنهضرو على اليو اس مثلا السوري ديال البي سي ديالنا، السوري راه بيريفيريك دونتري ماشي دو سورتي. علاش؟ لان ديك السوري انت باش كتحركها وكتكليكي عليها الدغوا وبالكوش راه كتدخل دي زانفورماسيون، كتدخل دي كود للبي سي ديالك. دونك السوري الي كونسيديري كوم ان بيريفيريك دونتري. نفس القضيه بالنسبه للكلافي، كلافي سي ان بيريفيريك دونتري. دونك بالنسبه مثلا بيريفيريك دو سورتي بحال مثلا لي باف ديال البي سي بيريفيريك دو سورتي. مشات سميتو البريزونطاسيون. اذا كما قلنا ان حتى البي سي ديالنا كاين لي بيريفيريك اللي كيتكونيكتاو مع البي سي ديالنا، اما كيكونوا دي بيريفيريك دونتري اما كيكونوا دي بيريفيريك دو سورتي. بحال الامبريمونت بيريفيريك دو سورتي، لان كتخرج سميتو كتخرج دي زانفورماسيون من البي سي ديالنا. نفس القضيه السكانر لا كيدخل. دونك نفس القضية بالنسبة للميكرو كونترولور، إما غادي يكونوا دي بات في بلونتخي إما دي بات يكونوا بسورتي، ولكن ما كاينش بات اللي يمكننا نديروها اونتخي وسورتي أو ميم طون، إما تكون كتخرج إما كتدخل. بالنسبة لينا حنا هنايا أشنو غادي ناخدو؟ غادي نحاولو ناخدو البورت أ والبورت يعني الإير أ زيرو والإير أ أن والإير أ دو يكونوا اونتخي. علاش؟ باش الوقت حنا غادي نديو هنايا في الاغ ا زيرو غادي نديو واحد البوطونه، بحال البوطونه بحال شي بوطونه مثلا الى كتبك عليها الى باكتي عليها غادي تشعل لنا ديك البوله دي ان. الى باكت على البوطونه اللي لاصقه مع الاغ ا ان غادي تشعلنا دي دو بوله دي دو، الى باكت على البوطونه اغ ا دو غادي تشعلنا دي تخوا البوله الثالثه. دونك هنا فين كيكونوا هاد البوطونات غير مشيتو من هنايا ديرو بي غادي تكتبو. غادي نشوف كيفاش كتكتب
دونك هو هذا كتب غاد بي يو تي، ولكن ها هو كيفاش كيتكتب دو تي او ان. وهذا البوطون اللي نخدموا بها بالنسبه لينا حنا. دونك شوفوا كيفاش دايره، نشدوها نحطوها هنا الاولى، نحطو الثانيه ناتي الثانيه فوق هنا، نحطو الثالثه هنا. دونك هادي هاد البوطونه هادي الخوت هاد البوطون هادي شنو كدير؟ الا بكتي عليها الوسط بحال هكا البوطون كتعطيك امبولسيون، كتبك وكترجع بلاصتها، بحال مثلا دوك البوطون باش كتشعل البيسيات ديالكم، هادوك البوطونات غير كتبك عليها صافي، ما فيهاش مثلا بوطون، يعني ماشي فيها، ما فيهاش مثلا واحد البوطون بحال مثلا بحال هاد النقاسه ديال الضو. اما كتلقى بوطونه اللي كتبك عليها كتبقى مبوكه، ولا كتطلقها كتطلق، اولا كتلقى بوطونه اللي هي غير كتعطي غير امبولسيون وصافي. بحال دابا هادي الا بغيت نعطيها غير امبولسيون، بحال اللي عندنا في بي سي اس بورطابل ولا بي سي دي بيرو، باش كتشعلو كدير طق صافي. اولا الا بغيتي تبقى باركه كتبقى كتكليكي على هاد الدوار احمر كتولي باركه، دونك كتبقى هابطه، عاود كتكليكي عليها كتطلق. دونك نتا اللي بغيتي على حساب البروغرام اللي غادي دير، او على حساب داك النوع ديال اللي سميتو السويتش او البوطونه اللي غادي تخدمها في المونتاج. داكوغ، كاين الصوت. دونك هادشي باين لحد الان، باين غادي يبان لينا باش غادي نصاوبو. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو الار ا زيرو، غادي نلاقيوها مع السويتش الاولاني، والار ا مع الثاني، والار ا 2 غادي نديوها مع الثالث. شنو نديرو دابا؟ دابا تبع معايا مزيان في هاد القضيه. الا مشيت درت ليها بحال هكا، درت ليها هكا، كاين جوج حالات غادي نشوفو دوك جوج حالات بجوج. شنو كتعني هادي؟ كتعني انه الا باكت على هادي كيولي ليا الار ا زيرو في لاماس، والار ا ان ما فيه والو، الار ا دو ما فيه والو. الا طلقتها ما حتى هو ما فيه والو. دونك الا باكت غير عطيتو امبولسيون صافي، يعني غير باكه وحده صافي كيتعطى لاماس وكيتطلق. نفس الشيء بالنسبه لار ا ان، نفس الشيء بالنسبه لار ا دو. دونك هنا لاماس يعني اش كيعني؟ الا باكت بحال هكا يعني كندخل لاماس في الباط ار ا زيرو كتولي زيرو. ويلا طلقتها، الا طلقتيها ما كاين والو. كيفاش ما كاين والو؟ حنا كنعرفو اما غادي تكون ليطا زيرو ولا ليطا ان. سيتادير مادام غادي نكونفيكوري الار ا زيرو تكون اون اونتخي، اما غادي تغصوا الزيرو او لا تغصوا الان. الا باكنا على هاد البوطونه بحال هكا كيولي هاد البوطونه شنو هي؟ كيولي بحال السلك هنايا، كيولي زيرو عندنا في الار ا زيرو. ولا بغيت يكون ان خصني نطلقها، ولكن فين تجيها الان؟ الا طلقتها، الا طلقتها كيولي بحال ما مكونيكتيهاش، واقفه حد هنا. دونك على هادشي علاش غادي نديو؟ شنو غنديو؟ غادي نجيب واحد ريزيستانس ديال 1 كيلو. دونك غادي نمشيو ريزيستانس، هاهي 1 كيلو. شوف فين غنحطها، غادي ندير ليها بحال هكا، غادي ندير ثلاثة ديال ريزيستانس. دونك ريزيستانس الأولى غادي نركبها هنا، ريزيستانس الثانية غادي نركبها هنا، ريزيستانس الثالثة نركبها في الإر أ دو. لاحظوا معايا، دونك باغ ديفو هاد لي ريزيستانس دابا الار ا زيرو اما كتمشي للبوطون سويتش، اما كتمشي للريزيستانس. وهنا شنو غادي ندير؟ غادي نلاقي باغ ديفو هاد المونتاج كنديرو دايما، غادي نلاقي هاد لي ريزيستانس من هاد الجهة، وفين غادي نديهم؟ غادي نديهم لبلوس 5، بلوس 5 فولت باور. غادي نجي هنا حطيت الباور ديالي وغادي نلاقي اش كيولي. تبع معايا مزيان دابا شنو كيولي. ناخدو حنايا غير الار ا زيرو، الار ا زيرو لورسكو هاد البوطون مفتوح شنو كيولي؟
الار A0 اللي كونيكتي ديريكتومون لا ريزيستانس، ومن لا ريزيستانس اللي كونيكتي بلس 5 فولت. يعني شحال كيولي عندنا في الار A0 الوقت اللي كتكون البوطونه مهزوزه؟ شحال كيولي عندنا في الار A0 الخوت وقت البوطونه مهزوزه؟ شحال كيولي عندنا في الار A0؟ واحد، يعني 5 فولت، او لسكو عندنا لي طا 1 سي بون. دونك الوقت اللي كنبك على البوطونه كتبقى مبوكه مثلا باكه هابطه، شنو كيولي عندي؟ كيولي عندي ار A0 مكونيكتي مع ريزيستانس وعاد كونيكتي مع 5 فولت، ولكن مكونيكتي ديريكتومون مع لا ماس. كونيكتي شنو؟ ديريكتومون مع لا ماس. في هذه الحاله شحال كتولي عندنا في الار A0؟ شحال كتولي عندنا في الار A0؟ واه صاحبي اس 007 راه كنتعاملوا مع ناس يلاه جد في هذا الدومين، ما كيفهموش نيا هذيك بول اب اللي كتهضر عليها، بول اب انترن ريزيستانس انترن دو ميكرو كونترولر. تي كنتعاملوا مع ناس يلاه جدد في هذا الدومين. شحال كيولي عندها نورمالمون في هذه الحاله هذه الخوت؟ شحال كيولي؟ 0 فولت. علاش 0 فولت؟ ياك مكونيكتي مع بلس 5 ومكونيكتي مع لا ماس، غير هو لا ماس دائما لا ماس كيغلب على 5 فولت. داكوغ، في هذه الحاله لا ماس كيغلب على 5 فولت، لان 5 فولت الي كونيكتي مع الار A0 ولكن اترافير اون ريزيستانس. لا ماس كونيكتي ديريكتومون مع الار A0. داكوغ، دونك في هذه الحاله الار A0 كتكون اليطا 0. دونك الا فتحت السويتش ديالي البوطونه كتولي الار A0 اليطا 1، الا هبطها كتولي اليطا 0. نفس القضيه كتولي في لي بوطون كاملين، مثلا الا هبطت هاد جوج بحال هكا ثلاثه كيولي كامله اليطا 0. نشوفوا هذا الشيء بعدا في 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 سميتو واش خدام ولا لا. دونك غادي نحطو الفيشي ديالنا اللي غادي نخدموا به في هذه الحصه. شو سمينا؟ سمينا دي 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 دي. فين هو دي؟ ما كوبيلينا والو، دونك حتى كومبيليو. دونك غادي نكومبيليو. داكوغ، ها هو تزاد بوحدو، ها كومبيليو هو تزاد. شوف بعدا واش غادي يخدم ولا ما غاديش يبان لينا شي حاجة. داكوغ، لاحظوا معايا دابا مزيان باش لونسيت لا سيمولاسيون، باقي ما درنا والو. باش لونسيت غنشوف غنوريكم المونتاج. باش لونسيت لا سيمولاسيون اش كيوقع؟ غادي نكبر شويه المونتاج. شوفوا معايا مزيان في الار A0 واحد النقطه فوقهم، هذيك النقطه كي دايره حمراء، يعني شنو؟ سا سينيفي كو الار A0 الي اليطا 1 5 فولت، واخده لاتونسيون من هاد الجينيراتور 5 فولت وحابسه هنا. هاد النقطة الزرقاء هنا شنو كتعني؟ كتعني أن من هاد الجهة ديال السويتش راه كاين لا ماس. إلا بركت هكا شنو غادي يوقع؟ لاحظوا معايا، هاد النقطة حمراء كتولي تا هنا حمراء، زرقاء باردون، زرقاء كتولي زرقاء هنا، كتولي زرقاء هنا، كتولي الإر A0 أليطا 0 كتولي زرقاء هنايا. سي بون؟ دونك طق هاي ولات حمراء، هاي جات زرقاء. لا ميم شوز بالنسبة دوك لي بوطون كاملين خاين. دونك إلا درت غير ضرب الضربة كتولي زرقاء وكترجع حمراء. هذا هو بوطون اللي كنهضروا عليه، اللي غالبا نخدموه بحال هذا الشكل هذا. دونك نقدر نسميه بوطون دامبولسيون، كاتيغري امبولسيون، امبولسيون ديال زيرو. و باغ ديفو كيكون الي اليطا 1 كتعطي واحد لامبولسيون ديال ليطا 0. داكوغ، دونك هادشي كيبان ليا واضح، مفهوم الخوت؟ دونك دابا غادي نشوفو ما دمنا شنو بغينا نديرو. دابا اللي بغينا نديرو باش نفهمو كيفاش نتعاملو مع الميكرو كونترولر ديالنا يخدم لنا اولا يتيستي لينا لي زونطخي ديالو. دونك اون فا تيست، اولا اون فا كونفيغوري البات ار A0 ار A1 ار A2 كوم دي زونطخي، ومن بعد خصنا كيفاش نتيستيو هاد لي بات. علاش؟ يعني شو بغينا حنا نخدمو اليوم؟ بغينا الا بركنا على هاد البطونه هادي الاولى تشعل البوله الاولى، الا طلقناها تطفى. الا بركنا على الثانيه تشعل الثانيه،
الا طلقناها طفى، الا باكنا على الثالثه تشعل الثالثه، والا طلقناها طفى صافي. دونك اول حاجه غادي نديرو اون دو كونفيغوري ار ا 0 ار ا 1 ار ا 2 باش تكون اون نونتري. فهاد الحاله اشنو كنديرو؟ كنا عرفنا بيان سور كيما قلنا ريجستر تريز هي اللي كتكونفيغوري لو بور باش يكون اون انتري ولا اون سورتي. هادشي شفنا في الحصه الاولى ديال الدرس ما غاديش نعاودو. دونك تريز ديال بورت ا شنو هي؟ هي تريز ا سي ريجستر، ريجستر ا 8 بيت. كنديرو 0 ايكال 0 غادي نديروها بالبينار 0 بي، لان ريجستر تريز ا فيها 8 ديال لي بيت. الا درناها كامله 0000000 point virgule, c'est-à-dire configurer le port A en sortie. Il a donné à Kamla 1111, il se configurera en entrée. C'est l'ardine d'yon. L'ardine d'yon à Kamla. Ça fait d'accord? Il a brisé une configurie. Rite la en entrée. Ou le baquilla en sortie, l'ardine d'yon. 0000000111. D'accord? Peut-être que ça va. دونك غتولي عندي خمسة ديال الزيروات و ثلاثة ديال لي ان، سيتادير ار ا زيرو ان ار ا ان ان، يعني ار ا زيرو ار ا ان ار ا دو كاملين غيكونو اون لونتخي، و الباقية ار ا تخوا ار ا كاتخ انسي دو سويت حتى لار ا سات، واخا مكايناش بالنسبة لي عندنا البيك ديالنا حدو ار ا كاتخ، غادي يكونو اون سورتي. يعني هاد القضية يمكننا نديوها تا مع لي بورت بي. D'accord. Puis se configurer RAB RB0 en entrée ou RB1 en sortie ou RB2 en entrée ou RB3 ou 4 en sortie. Donc c'est libre. Une fois qu'on dit 1, 3 qu'on entrée ou 0 qu'on sortie. Donc bien sûr, nous allons dire qu'on va écrire l'hexadécimal 0xFF. Il y a une chose FF l'hexadécimal. Il y a 1 le binaire. Que vous lisez les bits qui sont en. دونك هاد الحاله كتولي عندنا الار ا لو بورت ا كولو اون انتري. داكور ما نحتاجوش نديو بورت ا ايغال ا 0 لانه هو اون انتري با اون سورتي. دونك غادي نكومبيليو غادي شنو غادي يوقع؟ ما غيوقع والو، باقي ما كاين حتى شي حاجه، حنا كونفيغورينا داكشي. داكور دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو هنا غادي نلونسي واحد البوكل فور باش تبقى الضو دائما وتعاود. غنفتحو قوس. اشنو غادي نديرو دابا؟ شنو خصنا نديرو دابا؟ كونفيغورينا سي بون. دابا نحنا الحالة الثانية اون دوا تيستي لي زونتخي ديالنا. شحال عندنا من اونتخي؟ تخوا ديال لي زونتخي. اون دوا تيستي لي تخوا زونتخي ديالنا. دونك لونتخي ار ا 1 0 ار ا 1 ار ا 2 باش نتيستي كاين بزاف ديال الحوايج. المهم حنا غادي نديرو واحد لا فونكسيون ديال لو تيست. كما قلنا دونك اف اف تريز ا ايغال ا 0 اكس اف اف، سيتادير كونفيغوري لو بورت ا اون انتري. يعني اف اف بالديسيمال هي 255، بالبينار هي 1 1 1 1 1 1 1 1 بالبينار. سيتادير حط مي لو 1 لوجيك في كاع دوك في روجيستر، في كاع لي بيت ديال روجيستر ا. بالعربية تعرفت هي كونفيغوري لو بورت ا اون انتري. دونك من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نفتحو البوكل فور باش يبقى داكشي اللي كاين وسط البوكل فور كيبدا يتوني، يعني بوكل انفيني يبقى دايما يدور. ما غاديش نديرو بيان سور لي كونديسيونير. فهاد الحالة شنو خصنا نديرو؟ خصنا نتيستيو لونتخي ار ا زيرو. دونك نشوفو الوقت اسيدي اللي ار ا زيرو يكون فيها ان، تكون البولة مطفية لأن باغ ديفو فيها أن. الوقت اللي نبك على هاد البوطوناج، الوقت اللي نبك على هاد شنو غادي يولي فيها؟ غادي يولي فيها زيرو. غادي نقول ليه والوقت أسيدي اللي يولي فيها زيرو واشعل ليا البوطونة، اشعل ليا لاليد دي أن، اشعل ليا البولة الأولانية. دونك بحال هاد الشكل بغيت الميكرو كونترولور يخدم. داكوغ كاين كلشي كاين. Zéro x zéro sept. Est-ce qu'on peut juste configurer les? Et il y a un clic comme un homme qui est configuré, coula, y a ni coula pâte qui fait ma britin. Moum qui dirait par exemple
0001 0. دونك هادي كنقول على ان البيت الثاني والبيت الخامس يكونوا اون اونتري والباقيه غادي يكونوا اون سورتي. يمكن لك تكتب انت بالاكزاديسيمال، شوف انت شنو كتعني هادي بالاكزاديسيمال. الاشاره الاخواني الا هبطوا هنايا كويك كونفرتر، كاين عندي هنا الا بغيتي تكونفير دير لا كونفرساسيون ديال من البينار ليكزاديسيمال ديسيمال للكاركتر اللي بغيتي. دونك بحال مثلا هاد الكود هذا اللي حطيته انا هنا غادي يعطيه ليا بليكزاديسيمال، يعطي ليا بديسيمال، يا 18 بالديسيمال بليكزاديسيمال يا 12. يعني يمكن نكتب هنايا 0x 12 سيتادير سميتو بليكزاديسيمال. داكور، دونك انايا غادي نحطو هنايا FF سيتادير FF سيتادير يعني كونفيغوري لو بورت كامل يولي اون اونتري. دونك نرجعو للميساج ديالنا هنا باش نشوفو كيفاش داكشي كيتكومبيلا. دونك شنو غادي نديرو؟ كيما قلنا غادي نتيستيو، غادي نتيستيو الاي ار زي. باش غادي نتيستيو؟ غادي نتيستيوها بهاد لا فونكسيون ديال اف. دونك اف شنو كنديرو؟ كنديرو اف يعني سي، يعني الى سي اف بورت بي باردون بورت ا بوان ا زيرو باردون بي زيرو ايغالا ايغالا زيرو. اشنو هادشي؟ انا نشرح لكم ببساطه. اف هنا الكونديسيون عندنا لداخل، هنا داكشي اللي كنتيستيو ما بين جوج هاد ما بين جوج هاد الاقواس، كديوصلو داكشي اللي بغيتي تيستي، داكشي اللي بغيتي يكون. شنو داكشي اللي بغينا يكون؟ بغينا يكون هاد الار ا زيرو غادي نتيستيوه الا كان كيساوي صفر. يعني هو باغ ديفو شنو حال كيساوي؟ كيساوي واحد. يعني الوقت اللي مبا كان على البطونة عادي يولي كا اكسبسيونال بالنسبة ليه. يعني ديك الكا اكسبسيونال بالنسبة ليه كيولي زيرو. يعني إلا كان كيساوي صفر غادي دير شي حاجة. داكور، دونك هادي هي الكونديسيون إلا كان كيساوي صفر. وشنو هي الإر أ زيرو؟ الإر أ زيرو هي واحد البيت اللي كينتمي البورت أ كولو. كيما قلنا البورت أ فيه 8 ديال لي بيت من زيرو حتى لسبعة إر أ زيرو، ولكن حنا بالنسبة لنا هذا كا اكسبسيونال في غير حتى الإر أ كاتر، يعني الإر بي تا هو في 8. إلا بغيت نديزيني بيت واحد من دوك لي بيت كاملين أشنو كندير؟ كندير بورت أ، بورت أ يعني البورت أ، ولا بغيتي بورت بي اللي بغيتي، كدير بوان وكدير بي والنمرة ديال داك البيت. بي يعني بايت بلونجلي، فهمتي؟ بيت بيت بلونجلي. داكور، دونك كديزيني لو بيت زيرو من البورت أ. إلا بغيت نتيستي البيت 1 كندير بي 1، إلا بغيت نتيستي البيت 2 كدير بي 2، أنسي دو سويت. دونك حنا عرفنا كيفاش نشوفو غير بيت واحد. فهاد الحالة صالحة بيان سيغ هاد القضية ديال يعني تيوتيليزي أن سول بيت من لو بورت بهاد الطريقة، سوا أون أونتخي سوا أون سورتي. مثلا بغيت نشعل غير بولة وحدة كدير بحال هاد القضية، نشوفوها إن شاء الله من بعد. داكور، دونك اش كنقولو هنا؟ كنقولو اف سي الى كان داك لو بورت ا بوان بي زيرو، يعني الى كان هاد البيت هذا كيساوي صفر، يعني غادي نكون بكت. يعني في التجربه غادي نكون انا بكت على البوطونه. في هذه الحاله اشنو خصو يدير؟ خصو يشعل لينا هاد البوله دي 1، والدي 1 فين كونيكتي؟ كونيكتي في الار بي زيرو. دونك شنو خصني ندير؟ if port a point b0 ايغالا ايغالا 0. واحد القضيه هنايا ما تنساوش، هاد ايغالا ايغالا ما كنقولوش ايغالا وحده، راه ما يعطيكش ديفو هنا، ما يعطيكش ايغور في الكومبيلاس، ولكن ما غاديش يعطيك ريزلت في سيميلاس، وغادي انت تبقى تدوخ. دونك هادي مساله جايه بها العمل في لا بروغراماسيون ديال هاد لي كونترول، يقدر ما يعطيكش ليغور هنا ويكون ما داكشي ماشي هو داكشي اللي بغيتيه في الكومبيلاسيون. خصك في السيمولاسيون خصك تبقى تقلب فين كاين المشكل. دونك خصك ديو جوج ديال تساوي، جوج ديال تساوي باش كنتيستيو كنديو دو ديال جوج ديال تساوي اسباس. شنو كندير هنا؟ كندير داكشي اللي بغيت. اف هادي اشنو غادي يوقع؟ يعني اف بورت ا كتساوي شنو غادي خصنا نديرو؟ خصنا نشعلو البولا كيما قلت لكم ار بي زيرو. يعني خصنا ار بي زيرو نديرها فاش؟ نديرها في الان،
لان يعني باغ ديفو في الزيرو، الا بغيت تشعل بلا خصني تكون في الا هنايا. دونك خصني ندير بورت بي بوان بي زيرو، بحال هكا جو ديزين هذاك البات ار بي زيرو بهذه الطريقه، يعني بحال الاونتري بحال سورتي. نقولو غير ايغال وحده ايغال ان بوان فيركول. شنو كندير دابا هنا؟ اف بورت ا بوان بي زيرو ايغال ا ايغال ا زيرو، بورت بي بوان بي زيرو ايغال ا ان. الى كانت باكتي على هاد البوطونه غادي تشعل هاد البوله. دونك غادي نكومبيلي ونشوفو شنو كاين. احيانا نقدر بعض الاخوان في سميتو لا بروغراماسيون هادشي اللي عارف مع لا بروغراماسيون شي كيجي بانال كيبقى تعاود تعاود تعاود، لان كاين الناس اللي ما عارفينش في هادشي فهمتي. دونك غنشوف شنو غادي يوقع. غادي لونسي لا سيمولاسيون، ما كاين والو، ولكن الا باكت على هاد البوله باكت على هاد البوطون شنو وقع؟ شعلات البوله الاولانيه شعلات ولا ما شعلاتش؟ شعلات مزيان. نطلقوها بقى مشعوله ويلي. انت قلتي لينا خصنا نبكوا عليها تشعل، ولا طلقناها خصها تطفى. وشنو خصنا نديرو؟ غادي نرجعو للبروغرام ديالنا ونشوف شنو خصنا نديرو. شوف بعدا شنو كاين، شنو المشكله؟ ما كاين حتى شي مشكل، ولكن داكشي باقي ما حقناش داكشي اللي بغينا. اف بورت بي ا بي ايكالا 00 ايكالا ايكالا 0 شعل لينا البوله. ومن بعد شنو كيدير؟ كيرجع كيبقى يعاود دائما. ايوا الا ما كانتش ايكالا 0 طلقنا داك السويتش شحال كيولي فيها؟ ان. كيكون شي حاجه ما كيكون والو. اذا خصنا نزيدو شنو؟ خصنا نزيدو واحد اف وحده اخرى، اولا بهاد الاف هادي نكملوها، لان هادي الفونكسيون باقي ما كاملاش. يعني ممكن تخدمها غير بحال هكا، الا بغيتي ممكن ليك تكملها. تكملها شنو كدير؟ كدير ايلس. شنو هي ايلس؟ يعني بحال كنقولوا مثلا الى بحال باش كنقولوا مثلا بحال ما كيقول لك مثلا مثلا حنا كيقول لك مثلا الى جا عندك انت مثلا عندك واحد الحانوت درتي واحد الدوري تما يقابل لك الحانوت، انت عارفين الحوانت ديال المغاربه كيكتب لك لافته كبيره في دخل الحانوت ممنوع الطلق ورزق على الله. كيقول داك الدوري الصغير كيقول لي شوف اول درس غادي تعلمو عندي الا مشيتي للحانوت ديالي تقابل لي الحانوت هو شنو؟ هو الا جا عندك شي واحد بغى شي سلعه جبد لك الفلوس اعطيها ليه، الا ما جبد لك الفلوس جري عليه. دونك هادي كونديسيون، سي عطاك الفلوس اعطيه السلعه ديالو، سينو جري عليه. داكوغ؟ يعني ما كاينش كريدي، ما عندناش الكريدي، نفس القضيه. دونك تي هادي سي اف الا كانت ار بي زيرو زيرو شعل البولا، ويلا ما كانتش طفي البولا. ايلس هي سينون بلون فرونسي، يعني اولا او بالعربيه. دونك ايلس شنو خصنا نديرو؟ نديرو بورت بي بوان بي زيرو ايكالا زيرو صافي. دونك سي سويتش يعني اولا سي بورت بي ايكالا زيرو شعل البولا الاولانيه، سينون طفيها. غادي نكومبيلي. كاين الصوت باقي الصوت على الخوت، انا ما كنتيقش في هاد داك. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي نشوف، غادي نباكو على البوطونه غادي تشعل البوله، غادي نطلقو البوطونه غطفى البوله صافي. دونك احنا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع لي زونتريل ديالنا. دونك غادي نديرو نفس القضيه بالنسبه لي سميتو لي بوطون الاخرين. دونك ساهله، غادي نديو كوبي ذات بلوكا. داكوغ، دونك هنا غادي نديو شنو غادي نبدلو؟ انا غادي تكوبي كولي. دونك شنو غادي نبدلو؟ دابا غادي نتيستيو البي ار ار ا ار ا زير ار ا ان، سيتادير البيت 1
وهادي غادي نتيستيو ال RA2 سيغدير البيت 2. هنا بورت A بوان B1 وهنا بورت A بوان B2. هنا غادي نشعلو البولة الثانية RB بورت B بوان B1، وهنا البولة الثالثة بورت B بوان B2، ولا ميم شوز. باش كديو كوبي كولي خصكم دايما ديو بالكم مع هاد. دونك شنو غادي نديو؟ غادي نونسيو كومبيلاسيون، غادي نمشيو هنا وغادي نشوفو شنو غادي يوقع. دونك الا بكنا البوطون الاولى كتشعل البوله الاولى، بكنا البوطون الثانيه تشعل البوله الثانيه، بكنا البوطون الثالثه تشعل البوله الثالثه. صافي داكور، مفهوم؟ مفهوم الخوت. دونك دابا غادي نشوفو نقدر نعكس لو مونتاج. كيفاش نعكس لو مونتاج؟ شوف شنو غادي ندير. غادي نحيد انا هنايا هاد البلس في سي سي وهاد لاماس، وغادي نعكس لو مونتاج ديالي. كيفاش غادي نعكس لو مونتاج ديالي؟ غادي ندير هنايا لاماس، وغادي ندير هنايا بلس في سي سي يعني الباور. بلس في سي سي يعني 5 فولت. شنو غادي يوقع في هاد الحاله؟ ليتا بار ديفو شنو هي؟ هي زيرو. و الا بكنا على البوطون كتولي ليطا 1. يعني عكس لو مونتاج. دونك بالنسبه لي زونطري الخوت كتستعملوا دوك لي بوطون، اما تستعملوا المونتاج الاولاني كتقول ليطا بار ديفو هي بلس في سي سي يعني 1، و ليطا اللي كتكون الا بكتي على داك البوطون كتكون هي زيرو. او لا تستعملوا هذا المونتاج الا بغيتو ليطا بار ديفو تكون هي زيرو، وليطا اللي الوقت اللي كتبك على البوطون تكون هي 1. داكور. دونك في هذه الحاله الا بغينا نخدموا نفس السيستم ديال قبيله خصنا نديو خصنا نغيو في لو بروغرام. فين نغيو؟ سهله، غادي تجي هنا دير اف بورت ا بوان بي 0 ايغالا ايغالا شنو؟ ايغالا ايغالا 1، حيت عكسنا بورت بي يبقى هادشي كله. هنا غادي نحول غير 1. دونك غير باش تتعاملوا مع لي دو زيطا اللي عندنا باش ما تدخوش، حيت بارفوا كيخصنا نستعملوا هاد الحال. دابا نشوفوا فوقاش شي مرات كيخصك تستعمل هاد القضيه او لا تستعمل الحال، وشي مرات كتكون انت مخير. اغلبيه كتكون انت مخير، ولكن بعض المرات كتكون انت يعني انت مسير انك تستعمل هاد القضيه هادي. دونك في هاد الحاله احنا عكسنا، شوف واش غادي يخدم لنا المونتاج. بيان سور الا بكنا على البوطون الاولى كيخدم. علاش؟ لان ولا الا طلقنا البوطون كيولي في الاخ ا 0 0، وفي هذه الحاله كتكون مطفيه البوله ها هي، والا بكنا كيولي فيها 1 عاد كتشعل البوله. دونك داكور، نرجعو دابا للمونتاج ديالنا الاولاني ونقدو مثلا نقلبو. كيفاش نقلب؟ نشد هادي نحطها هنا، نرد هادي. دونك الى رجعنا المونتاج الاولاني خصنا نديرو هنا زيرو، ياك. نقدر نرد هنا صافي، المهم ما عندناش، نخدمو حنا غير على هاد، نكملو ان شاء الله. كتبان عندكم لا بريزونطاسيون الخوت، نكملو ان شاء الله الكور ديالنا. كتبان عندكم لا بريزونطاسيون 5 5، ياك 5 5، كلشي باين دابا. دونك دابا شنو خصنا نديرو؟ دابا بغينا نديرو واحد القضية، ماشي حتى نباكو عادي يخدم ونطلقو، لا هو هادي كتنفعنا. كتنفعنا فين؟ تقدر تنفعنا مثلا في موطور، كيفاش ندور موطور؟ مثلا إلا بقيت بارك، كلما أنا بارك على البطونة، كلما الموطور كيضرع، كلما كنطلق البطونة، كلما الموطور كيوقف. داكوغ؟ دابا أنا نبغي ندير واحد لو سيستيم ديال غير نعطي غير نبك، يعني نعطي امبلسيون في هاد البطونة، في هاد الإيغ أ زيرو، تشعل البوطون، تشعل البوطون. كنفكر في الماكلة داكشي علاش.
تشعل البولة والعاود تفك عاوتاني بالبوطنة تطفى البولة داكوغ. دونك في هذه الحالة شنو كتقترحوا كوم كود اللي غادي نكتبوه؟ شنو هما الاقتراحات ديال الخوت دي فاريابل؟ دونك في هذه الحالة تبعوا معايا مزيان لأنها مهمة. غادي نشوف واحد الفونكسيون او ميم طون غادي يعني شوية غادي نعقدوا شوية الكود ولكن ماشي بزاف. لاحظوا معايا شنو غادي ندير، لاحظوا معايا مزيان. دابا انا بغيت الى باكت على هاد البوطونة غير واحد الباكة بحال هكا، بحال ديك البوطونة ديال البيسي ديال باش كنشعلو، غير كتباك عليه كيتشعل البيسي، يعني بحال كتشعل البولا عاود كتباك عليه شنو كيوقع كيطفى البيسي. نفس القضية حنا غير غادي نباكو غتشعل البولا دي ان بقى مشعولة واخا غادي تطلق، وغير نباك عاوتاني تطفى. داكوغ شنو غادي ندير؟ باغ ديفو ليطا اللي عليها الاغ ا زيرو هي ان، دونك الى باكت غادي تولي زيرو. غادي نديرو شنو؟ اف بورت ا بوان بي زيرو ايكالا ايكالا زيرو، اشنو غادي يوقع؟ ماشي غادي نشعل البولا، لا غادي نحط ان غادي نمشي قبال بروغرام بلاتي كيفاش غادي نشرحها. ما غاديش نكوموندي ديريكتومون ديك البات ديك البولا، ولكن غادي نغير واحد ليطا ديال واحد الميموار. كيفاش؟ انا غادي نشرح لكم بالكود. غادي ناخدو واحد البيت اش هو هذا الشيء درتي؟ انا غادي نقول لك اشنو درت. داكوغ شنو غادي ندير؟ اش كتعني هاد بيت ا؟ اولا لاحظوا معايا هاد بيت ا كتبتها قبل من الفويد، ياك من ديبي ديال البروغرام ديالنا البوكل برينسيبال ديالنا، ياك من الفويد مان. شنو كتعني هادي؟ كتعني انه كري ليا واحد الكاز دو ميموار، ياك اللي فيها بيت واحد. كري ليا اون كاز دو ميموار فيها بيت واحد، يعني بيت واحد شحال هو؟ هو جزء يعني بيت واحد، ماشي ما فيها 8 ديال لي بيت، ما فيهاش اوكتي، فيها غير بيت واحد. دونك البيت بيت ان سول بيت، اما غادي يكون فيه زيرو اما غادي يكون فيه ان. يعني كيعني شنو؟ انه ممكن نبدا نكريي دي كاز دو ميموار فين كنكريي اون ديك كنديكلاريهم بهاد لي كوموند. الا بغيت نكريي بيت واحد كنكريي بيت اسباس ا بوان فيغول. الا بغيت نكريي اون كاز دو ميموار فيها 8 ديال لي بيت يعني اوكتي، غادي ندير شار اسباس مثلا بي بوان فيغول، يعني كريي لي واحد كاز دو ميموار ا 8 بيت اوكتي. دابا بالنسبه لينا حنا غادي نخدمو غير على ان سول بيت، بيت ا كريي كاز دو ميموار اللي فيها بيت واحد. يعني مادام بيت واحد يعني اما يكون فيها زيرو اما يكون فيها ان. فين كتكريا هاد الكاز دو ميموار؟ كتكريا او نيفو دو ميموار رام ديال الميكرو كونترولور ديالنا، حتى الميكرو كونترولور فيه رام وفيه روم وفيه ايبروم وفيه فلاش ميموار. داكوغ دونك باردون، فيه رام وفيه ليبروم وفيه الفلاش ميموار ديالنا، فلاش دو بروغرام. باش كتكري انت واحد الكاز دو ميموار يعني انت بغيتي تخدم بها، بغيت واحد الكاز دو ميموار نخدم بها في البروغرام ديالي، نحط فيها نخويها نحط فيها هادي نزيد عليها انكرمونتيها انسي دو سويت. المهم غادي نخدم بواحد الكاز دو ميموار. ديك الكاز دو ميموار مين كتاخدها انت؟ كتاخدهم من الرام ديال الميكرو كونترولور ديالك. بيان سور باش كنهضرو على الرام ديال الميكرو كونترولور، الميكرو كونترولور ديالنا فيه واحد الرام، وديك الرام فيها جو كخوا شحال فيها الخوت؟
الرام ديال بيك 16 اف 84 عاونونا. شحال فيها؟ شحال فيها ديك الرام ديالو؟ شحال فيها السي حسن؟ فيها كدا 60، 64 اوكتي، فيها 64 اوكتي، ما خصكش ديباسيها. 64 اوكتي هي 64 مضروبة في 8، كتعطيك 8 في 6 48، 480، 832، يعني فيه 500 و فيه 512 اوكتي، فيه 512 بيت، فيه 512 بيت. داكوغ، دونك حنا غادي ناخدو غير ان سول بيت سميتو ا. اش غادي نديرو بها؟ اش غادي نديرو؟ شوف شنو غادي ندير. if port a point b0 equal equal 0 اشنو غادي ندير؟ a دونك بار ديفو بعدا هنا غادي نديكلاري البيت a equal 0، يعني حطوا ليا في 0 في الاول، ديكلاريتو حطيت في 0، ديكلاريتو وحطيت في 0، يعني حط في 0 يا 1 لان غير ان سول بيت. دونك if port a point b0 equal equal 0 a equal 1، شنو درت هنا؟ الى بركتي على هذه البوطونه، الى بركتي على هاد البوطونه كتغير ليطا ديال البيتز ا ديال ديك الكاز ميموار، كتولي ايكالا 1. واخا تطلق البوطونه كتبقى ايكالا 1. اش لاحظتوا معايا شنو بغيت ندير؟ بغيت نردو بهاد اترافير هاد الكاز دو ميموار، غنحاول نرد داك البوطون اللي هو غير كنعطيه واحد لامبولسيون، بحال البوطون بوسوار كتبقى باك عليه. شوفوا شنو غادي يوقع. if port a point b0 equal equal 0 a equal 1، وغادي نهبط هنا. شنو غادي ندير؟ while اولا شنو غادي ندير؟ دونك شنو غادي نديرو الخوت؟ لاحظوا معايا مزيان شنو درت. كاين الصوت ياك الاخوان؟ كاين الصوت، لاحظوا معايا مزيان شنو درت، تبع معايا مزيان تفهموا الكود، سهل سهل ماشي شي حاجه صعيبه. if port a point b0 equal equal 0، يعني الى بركتي على ديك البوطونه اش غادي يوقع؟ حنا قلنا ديك الا شحال فيها؟ فيها باغ ديفو درنا فيها a equal 0، a equal 0 ديكلارينا البيت a بديك بيت اسباس a point virgule. من بعد فتحنا الفورد مان كونفيغورنا لي تريز، من بعد هنا كنحطو فيها شحال بغينا يكون فيها بار ديفو في الاول، درنا حنا فيها زيرو، من بعد عاد دخلنا للبوكل، دونك فيها زيرو. شنو كيعطيك شنو هي هاد لا كوموند هادي؟ هادي كتعني أ إيكالا هاد اللعيبة أ بوان فيغول، كتعني أنه إلا ولات هادي أ زيرو، يعني بكت على ديك البوطونة، غادي تقلب ليا ليطا ديال ا. شحال ليطا ديال ا؟ ا ايكال 0. الا قلبناها درنا ليها انفيرسور غتولي 1، يعني اما يكون فيها 1 يا 0، لانها غير بيت كاين فيها دو زيطا اللي يمكنهم يكونوا فيها، يا اما يكون فيها 1 يا اما يكون فيها 0. دونك الا كان فيها 0 غترد فيها 1، الا كان فيها 1 غترد فيها 0. هادي اش كتعني هاد الكوموند اللي كتبنا لنا؟ يعني ا كيتقلب ليها ليطا ديالها، سي فاسيل. هادي يمكننا نديروها حتى مع البورت، بورت بي بوان بي زيرو ولا اي حاجه. كدير هنا بورت بي مثلا، يمكن نكتبها لكم مثلا هنا، مثلا بغيت نقلب ليطا ديال بورت بي بوان بي زيرو، بي زيرو ايكال عاوتاني ديك اللعيبه، هاد اللعيبه هادي ما عرفت فين كتكتب، باست عاوتاني دير بورت بي بوان بي زيرو. هادو بيان سيغ الخوت سو سون دي كوموند ديال لونغاج سي، يعني من الاحسن الى بغيتي تميتريزي مزيان لا بروغراماسيون ديال الميكرو كونترولور بهاد الميكرو سي فور بيك، يكون عندك واحد يعني تقرا شويه على لي كوموند ديال سي. داكوغ، لي بوكل وداكشي كله، يعني كيفاش كتبدل ليطا دير اي لوجيك ولوجيك، داكشي غادي يفيدك. داكوغ، ماشي بالضروره تقرا لونغاج سي ولا سي بليس بليس ولا كذا، ولكن لي كوموند ديالو ولي بوك اللي كيكونوا في هذا اللونغاج هما اللي كنستعملوهم حنايا في هذا الميكرو سي. دونك كنبدلوا ليطا، يعني الا كانت زيرو غتردها ان، الا كانت ان غتردها زيرو.
من بعد لاحظت انه درتي واحد ديلاي هنا يا هشام، ديلاي ديال 300 ملي سكوند. هذا الديلاي الدور الوحيد اللي ديالو اللي هنا هو كيعطينا واحد الوقيت، لان انت باش كتبك على ديك البوطونه بيديك، بويسكو هاد 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 البوغل الميكرو كونترولر كيخدم يعني 1 ميجا هرتز، يعني 1 مليون انستركسيون بار سكوند. يعني انت غير كتبك على ديك البوطونه تقدر تكون تغير ثلاثة ديال ا خمسة ديال المرات، يعني دغيا الا ما درناهاش غيبقى يدور دغيا، لان هو لطا الى قال زيرو انت بكتي على البوطونه تولي قال ا غادي تدور اتبك، انت باقي ما طلقتيش البوطون، انت عند بالك طلقتيها ولكن بقى واحد، انت غير باش كتبك غير واحد البكه كتاخذ واحد الوقت، قدر هاد السطر هذا تعاود شي خمسة ديال المرات ولا ست المرات، ولهذا قدر ما يخدمش لك مزيان. اذا شنو كنديو حنا؟ كنديو واحد الديلاي، واحد شويه ديال الوقيت، بحيث ديك اليد البشريه انت باش كتبك ديك كتبك على البوطونه كتقريبا كتكون نفس ديك الوقيته مع الميكرو كونترولر. ما عرفتش واش وصلت مزيان ولا لا. المهم هو انك كدير واحد الديلاي خاص بديك البوطونه، داكوغ، خاص بديك البوطونه. حنا غادي نشوفوا الا حيدنا شنو غادي يوقع. درنا حنا 300 ملي سكوند واحد الوقيت صغيره بين ما يعني ديك البوطونه يعني تعتبر انك بكتي بكا وحده، داكوغ. هنا درنا واحد هاد الجوج هادو باش كوم كوا الا كانوا عندنا غير انستركسيون وحده في الاف ما كنحتاجوش، ولكن الا كان عندنا بزاف ديال الانستركسيون اللي بغينا نديرهم في ديك الكونديسيون كنديو هاد المعقوفات هنا من الله من الاول ومن الاخر. ومن بعد شنو غادي يوقع؟ من بعد البورت بي بوان بي زيرو ايكالا ا، يعني الى بكنا على البوطونه ا ايكالا زيرو غتولي ا ايكالا ان، الديلاي ديال البوطونه من بعد ا ايكالا ان غتولي بورت بي ايكالا ا، يعني داكشي اللي في ال ا حطوا ليا في البورت بي بوان بي زيرو. شحال في ال ا؟ في ان. شحال يولي في البي زيرو؟ يولي فيها ان، يعني غتشعل البوله، غادي تبقى تعاود دائما بحال هكا. الى عاود تبكنا على البوطونه شنو غادي يوقع؟ الا غادي تبدل ليطا ديالها، شحال في كان فيها؟ كان فيها 1 والبوله مشعوله، غتولي فيها 0. الديلاي ديال 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 البوطونه من بعد مباشره بورت بي ايكالا بي ايكالا ا، اللي هي شحال ولا فيها؟ ولا فيها 0، يعني تطفى البوله، داكوغ. دونك غادي نديرو كومبيليو، عاد شوف باقي الصوت ولا لا، باقي الصوت الخوت ياك. من بعد غادي نمشيو السيميلاتور ديالنا لونسي. دونك الى بكنا على البوطونه البوله الاولى شعلات، بكنا البوله طفى، لاحظوا معايا واخا نبقى باك، لا باردون مابقاش باك، شكون اللي قال لك بقى باك؟ نشوف هذيك بقى باك شنو المشكله ديالها. دونك الى بكنا كطفى، الى بكنا عاوتاني كتشعل. دابا هاد الديلاي هذا اللي درناه هنا سيبوزون الى حيدناه، كليك ديرو كومونتير بحال هكا تحيد. دونك لونسي لا، شنو غادي يوقع؟ الى بكت تقدر تشعلو طفى. علاش تقدر تشعلو طفى؟ انت مع ديك البكا راه تقلبات ليطا ديال ا، وعاود عاوتاني البروغرام ولقاك باقي باك على البوطونه، انت عند بالك طلقتيها ولكن هو معاك يخدم بزربه بسرعه كبيره، يقدر يديرو هاد الانستركسيون ديالها بعض المرات، انت ما تعرفش واش غادي تخليها في شاعله ولا طافيه. بحال دابا انا خليتها شاعله، تقدر داس داس المرات ولا سبع المرات ولا تسع المرات، بكت عاوتاني هي طفات، تقدر تصدق ليك تقدر ما تصدق ليكش، دونك ما يكونش لي سيستم مزيان. دونك على شي اش كنديرو هاد الديلاي الخاص فيما كتكون بوطونه وبغيتي تيستي لونتخي ديالها، ضروري ما دير هاد الديلاي هذا باش يخدم ليك لو سيستم مزيان. دونك كيبان ليا دابا هادشي مزيان، المهم الا بغينا نحطو مع البولات كاملين كوبي، الا بغينا نخدمو البولات كاملين سهله. غادي نجيو هنايا غادي نتيستيو البيت ان، وهنا غادي نتيستيو البيت دو. سمح لي الخوت تعطلنا شويه هنا، غادي نديو نشعلو البيت ان، هنا غادي نشعلو البيت دو، هنا غادي نديكلاري بلوزيار بيت. دونك غادي نسميو هذا ا ان، غادي نديكلاريو ا 2
غادي نديك لايف تخوا شوف هذا واش غادي يقبل لينا دوك لي دو اتخوا قبلهم دو داكشي اللي درنا في الاول كنديرو في الثاني دونك البيت ا1 غادي نخصوه للبوله الاولى ال ا2 الثانيه والثالثه دونك هنا غادي نجيو نديرو ا1 ايغال ا0 ايغال ا2 ايغال ا3 ايغال ا0 وغادي نسدو نكومبيليو عندنا شي مشكله فين المشكله هي هادي هادي باقا ايغال ا مديناش ا1 و ا ني با ديكلاري هنايا دونك هادشي عطانا ليغور دونك هنايا باردون ا1 هنا ا2 ا2 هنا ا3 ا3 إذن هنا ا3 ا2 ا1 داكوغ اوديس غادي نمشيو دابا هنا وغادي نشوفو شنو غادي يعطينا الا بكنا على الاولى البلا الاولى شاعله بكنا على الثانيه البلا الثانيه مشعلاش كاينه شي مشكله هنايا نشوف الغلط اللي درت عاود باش نكتب هنا ا2 كتبت ا3 دونك غادي نشوف دابا ها البولة الأولى شاعلة ها التانية شاعلة ها التالتة شاعلة عاوتاني ها التالتة مطفية ها التانية مطفية ها الأولى مطفية وهذا ما كان الخوت إذا هذا نهاية الدرس الرابع من سلسلة الدروس ديال الميكرو كونترولر بيكسيس F84 الحصة الجاية إن شاء الله غادي نشوفو حاجة أخرى عاوتاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.